اهلا وسهلا يا جماعه الخير، شو اخباركم اليوم؟ ويلكم باك تو ماي شانل مره ثانيه. ما اعرف شلون اقول بالعربي، بس قبل ابلش اذا تبون النتيجه او معلومات عن شلون احصل هاللوك من شعري الكيرلي او الويفي في فيديو هني، خلينا نبلش مع البشره. مثل ما انتم شايفين انا حاطه مكياج، فاحتاج غسول مزدوج ابتداء بالبشره الجافه، وهذه اكثر خطوه افضلها بروتين العنايه بالبشره الفوريه. بالنسبه للبشره الدهنيه والقابله لحب الشباب راح استخدم Aromaticas Orange Cleansing Sherbet، وهذا البلسم مصنوع 100% من مكونات طبيعيه، وهم يحتوي على Orange Peel Extract اللي يساعد على تقشير الخفيف وغسل وجهك بعد ما يذوب المكياج. للجزء الثاني من مرحلة غسول المزدوج اخترت جميسوز All Day Vitamin Clean and Mild Cleanser. ابلش بتدليك بشرتي المبللة بالشكل دائري. يصلح هذا الغسول لكل انواع البشرات، بس اخترت على علاج حب الشباب لانه يحتوي على حمض ساليسيليك وكلوروهكسيدرين اللي يذوب الزهم بالحبوب، وهم في مستخلص سي بوكثورن وفيتامين سي لتفتيح وحماية البشرة من تصبغ اللي ممكن يصير من حب الشباب. الحين وقت التقشير، هذا جزء من الروتين نسويه مرتين باسبوع بس. اليوم راح استخدم قناعة مقاوم للشيخوخة من نيوجن، احط منها شوي بس وانطر تقريبا 20 ثانية على تتكون الفقاعات، وبعدين ادلك المنتج على بشرتي بشكل دائري. هذا المنتج يتحول من كريم الى فوم وبعدين دهن، يحتوي على مورمد اللي ينظف ويغذي البشرة. بعد التقشير نستخدم التونر، بس دقيقة أتشو. التونر جزء مهم من روتين العناية بالبشرة، يساعد البشرة على امتصاص باقي المنتجات. أنا أحط 3 طبقات من التونر لزيادة ترطيب البشرة. يحتوي تونر كوساركس الهايدريوم المائي على فيتامين بي وحمض الهايلورونيك والألاتونين اللي يساعدون على ترطيب البشرة. بعض المرات الناس تظن أن البشرة جافة دهنية، الدهون الزايدة تنتج لتعويض عن نقص الرطوبة في البشرة، وممكن يكون السبب في تكون حب الشباب. والحين مرحلة الخلاصة اللي هي عنصر أساسي للعناية بالبشرة الكورية، خلاصة بروتين الحلزون 96 من كوساركس. تحتوي هذه الخلاصة الشديدة التركيز على 96% من بروتين الحلزون، وهو مكون معروف لمساعدة في معالجة وترطيب البشرة ودرجة اللون بعد. أحط هذا المنتج على وجهي ورقبتي. بالنسبة إلى الجزء العلاجي من الروتين، لازم نستخدم في حالة وجود أي عيوب في الجلد. أول شيء أنظف المنطقة اللي فيها حبوب باستخدام منظف الحبوب، بعدين نضيف كمية زينة من أمبول حب الشباب. يحتوي الأمبول على حمض ساليسيليك للتحكم في الدهون الزايدة والزهم، وهم غني بالسنتلة والشاي الأخضر والليكوريش لتهدئة الجلد الملتهب. والحين راح استخدم سيرم المشمش الذهبي المغضوط من بلايف، يصلح للبشرة المعرضة لحب الشباب أو الدهنية لأن السيرم كثيف، وهذا السيرم المشمش الذهبي اللي يستخدم لتفتيح الجلد في حالة وجود أي تصبغات ناتجة من عيوب في الجلد. يحتوي على مستخلص المشمش من نسبة 31% ويساعد البشرة على الشفاء بشكل طبيعي من الأضرار المتسببة من أشعة UV. إذا هذا الروتين نهاري راح ننهي باستخدام واقي الشمس، هذا التغليف الجديد لواقي الشمس Cosrx Shield Fit All Green. نصيحة حق اللي عندهم بشرة قابلة لحب الشباب والبشرة الدهنية، إن خلال فترة النهار استخدموا كريم الوقاية من الشمس كمرطب للبشرة لتقليل كمية المنتجات اللي بتضيفونها على بشرتكم، لأن السماح للبشرة بالتنفس شيء وايد مهم. نقدر نستخدم واقي الشمس مع البشرة الحساسة بعد، ومن بين مكوناته خلاصة نبات سرة الأرض الذي يعتبر وايد زين لتهدية الجلد المتهيج، ويحتوي على خلاصة بذور المورينجا اللي يعالج حب الشباب. وكذي خلصنا من هالروتين. اوكي، كذي خلصنا الروتين حق العناية بالبشرة من منتجات من كوريا حق البشرة الدهنية او البشرة اللي تعاني من حب الشباب او الحبوب. فان شاء الله عجبكم الروتين، انا وايد احب هالروتين. ومرة ثانية بس بغيت اقول لكم مرة ثانية ان اذا بشرتك وايد دهنية حاولي تستخدمين مرطب حيل خفيف، او تقدرين تستخدمين السيروم كمرطب. وبس تقدرون تلاقون كل المنتجات اللي استخدمتهم اليوم على موقعنا soulcool.me والموقع بالعربي، وعندنا تطبيق بعد اللي احنا انا اشتغل عليها وايد بنفسي، ف
فأنا وايد فخورة فيه. تقدرون تلعبونه على iOS وأندرويد، وحطيت لكم كل اللينكات بالديسكريبشن بوكس below. وإن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك وسبسكرايب، وthat's it. وايد أحبكم.